يعني اسمحوا لي أن أقول لكم بصراحة، إذا كنت مفرطاً في محبة نفسك ينبغي أن تطيع الله، وطاعة الله نجاح كبير. أيها الإخوة الكرام، أولاً قالوا إن لم تخطط يخطط لك، إن لم تخطط يخطط لك. في إنسان يأتي إلى الدنيا يعيش بحكم أنه موجود، لا يخطط، يصبح رقماً سهلاً في خطة أعدائه. أما كل واحد منكم إذا سأل نفسه سؤال دقيق، لماذا جاء الله بي إلى الدنيا؟ جاء بك إلى الدنيا لتكون الدنيا ثمناً لجنة إلى أبد الآبدين. لذلك أثمن شيء في الدنيا الوقت، لأنك وقت، لأنك بضعة أيام. فالمؤمن الموفق يحسن إدارة وقته، الوقت هو أنت، أنت بأدق التعاريف بضعة أيام، كلما انقضى يوم انقضى بضع منك. والإنسان حينما يأتي يوم القيامة لا يندم إلا على ساعة مضت لم يذكر الله فيها، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. فالإنسان كما يقال ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أنت الآن لا تملك إلا هذه الساعة، لأن الماضي مضى ولا جدوى من الحديث عنه، أما المستقبل لا تملكه. أنا زرت إنسان خلال ساعة حدثني عن مشاريعه خلال 20 عام قادمة، 20 عام سيسافر وسيمضي السنوات الخمس في بلد معين وبلد آخر وبلد ثالث وبلد رابع، يعود إلى بلده، يكبر أولاده، يشتري محل يبيع فيه التحف ومشي. الذي أذكره يقيناً أنه حدثني عن 20 عام قادم، وفي المساء رأيت نعوته على الجدران. فما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. أنت بين يوم مفقود ويوم مشهود ويوم مورود ويوم موعود ويوم ممدود. أما اليوم المفقود فهو الماضي، وما مضى فات، وأما اليوم المشهود فهو الحاضر الآن، وأما اليوم المورود فهو الموت، ساعة الموت، وأما اليوم الموعود يوم القيامة، وأما اليوم الممدود إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. أخواننا الكرام، أحياناً أنطلق من مفهوم خاص، إذا كنت تحب نفسك ولم تحب أحداً فأطع ربك، لأنك بطاعة الله تسلم وبالعمل الصالح تسعد. بطاعة الله تسلم وبالعمل الصالح تسعد. المعنى الأول، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. يقول لك الشاب شاعر بملل، أصلي صلاة لا معنى لها، أقرأ القرآن فلا أتأثر، أذكر الله فلا أبكي، معنى في حالة حجاب، لكن هو مستقيم. استقامتك تودي بك إلى السلامة، يعني أنت تزوجت امرأة صالحة ما عندك مشكلة ببيتك، الزوجة صالحة، أنت
دخلك حلال ما عندك مشكلة بمالك، المال ما بيدمر، ما دام المال حلال ما بيدمر. يعني الاستقامة تفضي بك إلى السلامة، أما العمل الصالح يفضي بك إلى السعادة. فمبدئياً لا تحب أحداً، أحب نفسك، انطلاقاً من حبك لنفسك أو انطلاقاً من أنانيتك ينبغي أن تطيع الله. بطاعتك لله تسلم، وبالعمل الصالح تسعد. وصدق ولا أبالغ، هناك أمراض نفسية لا يعلمها إلا الله، كل هذه الأمراض هي أعراض البعد عن الله. مع البعد عن الله في شك، في ملل، في سأم، في ضجر، في إحساس بالنقص، في خوف. فقذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. مع البعد عن الله في مشاعر مؤلمة لا تنتهي. أقول لك مرة ثانية، ما من واحد منا من دون استثناء إلا وقد جبل على حب وجوده، وعلى حب كمال وجوده، وعلى حب استمرار وجوده. سلامة وكمال واستمرار. بطاعة الله تسلم، بالعمل الصالح تسلم، بتربية أولادك تستمر. لا أنسى مرة أحد العلماء الكبار توفاه الله عز وجل، أقيم له حفل عزاء في الأموي، في اليوم الثالث قام ابنه وخطب خطبة لا تقل عن خطبة أبيه. أنا والله بكيت، قلت إذاً هذا العالم الجليل لم يموت، لم يموت، استمر من خلال ابنه. يعني اسمحوا لي أن أقول لكم بصراحة، إذا كنت مفرطاً في محبة نفسك ينبغي أن تطيع الله، وطاعة الله نجاح كبير. وبالمناسبة ما في حرمان أبداً، ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أعداء الدين يوهمونك أن الدين كله حرمان، هي حرام وهي حرام وهي حرام، هي تربطت إيدينا. ما في شهوة أودعها الله فيك إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها أبدا. المرأة تزوج، وإذا غضضت بصرك عن محارم الله تظن أنه ليس في الأرض زوجة أفضل من زوجتي. هذا الحب يخلقه الله بين الزوجين. والدليل، ومن آياته خلق السماوات والأرض، ومن آياته الليل والنهار، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته، كما أن الكون من آياته، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يعني أكبر نتيجة وأكبر ثمن وأكبر مكافأة لك في الدنيا على غض بصرك عن محارم الله، وعلى عفتك قبل الزواج، وعلى استقامتك، زوجة صالحة تسرك إن نظرت إليها، وتحفظك إذا غبت عنها، وتطيعك إن أمرتها. هذه مكافأة. يعني بتمنى أقول لك الدنيا كلها سعادة، ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال علماء التفسير جنة في الدنيا وجنة في الآخرة. في الدنيا جنة،
من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. والله الذي لا إله إلا هو، إن لم تقل ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. كلام دقيق، ليس في الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. إن لم تقل ذلك هناك خلل في إيمانك، أنت مخلوق تعرفت إلى خالق السماوات والأرض، بيده كل شيء، بيده الكبار والصغار والأقوياء والضعفاء والأغنياء والفقراء، والطغاة بيده. قالا ربنا إنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. الله معك. أخواننا الكرام، لما تعرف الله عز وجل تصير إنسان آخر، ما بتخاف. الله عز وجل يرفع ذكرك، يعطيك معنويات قوية جدا، يشعرك أنه يحبك. وإذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. من يستطيع أن يصل إليك إذا كان الله معك؟ من يستطيع أن ينال منك إذا كان الله معك؟ يعني لا تظن أنك إذا سلكت طريقاً إلى الله فأنت إنسان عادي، أنت إنسان متفوق متميز، أنت إنسان عرفت سر وجودك وغاية وجودك. فيا أيها الإخوة، راجع حساباتك، ارسم خطة لحياتك. بدأت هذا اللقاء الطيب بكلمة: إن لم تخطط يخطط لك، إن خططت تكون رقما صعبا. يعني المؤمن كما قال النبي الكريم: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أحد إخوتنا الكرام موظف في دائرة، لي درس في جامعة الطاووسية سابقاً ربع ساعة، والدائرة قريبة من هذا المسجد. فهذا الأخ يأتي إلى المسجد يصلي ويستمع إلى الدرس ويعود إلى عمله. في للدائرة الرئيس عصبي، قدم له إجازة بستة أيام. فهذا المدير العام انفعل، قال له: الآن ما في إجازات. قال له: سيدي هذه الأيام الست أنا استهلكتها في صلاة الظهر، جمع أربع الساعات ست أيام حتى يكون معاشه حلال، قدم إجازة بست أيام. يقسم بالله هذا الإنسان أنه يموت ولا يصدق أن يدخل المدير العام إلى مسجد. قال له: أين مسجدك؟ قال لي الأسبوع القادم كان بالمسجد. هذا الإنسان البعيد ما كان يقنعه شيء بالدين، أما لقى موظف حاسب نفسه على الدوام، حاسب نفسه على ربع ساعة باليوم، جمعهم طلعوا ست أيام أخذ إجازة فيهم. المؤمن رقم صعب، المال تحت قدمه، يعني التبر كالتراب. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. أنا بتساءل، لما لا تكون أيها الأخ الكريم رقما صعبا؟ شوف يا الدنيا، في بناء بأرقى أحياء دمشق، البيت ثمنه 180 مليون فما فوق، البناية تقريباً 10 طوابق، ما في بيت سكنه صاحبه، اشتراه وما سكنه،
إلا واحد كان محظوظ كثير غسل في هذا البيت. هذه الدنيا ثانية ينتهي كل شيء. كل مكانتك وكل عظمتك وكل هيمنتك وكل حجمك المالي منوط بدقات قلبك. وقف القلب عظم الله أجرك. يعني كل آمالك منوطة بحياتك. فإذا الإنسان عرف هذه الحقيقة يجعل نفسه رقماً صعب. يعني إذا أنت لك موقف بمئة ليرة بتغيره، بألف، بمليون، بمئة مليون ما بتغيره هذا المؤمن. يعني لو فرضنا أنه قاضي عم بيحقق بجريمة قتل، ممكن يعتبر الموت طبيعي وما في جريمة، ودفع له 10 ملايين ولا بمئة مليون بغير قناعته ولا بألف مليون بغير قناعته. هذا المؤمن ما بغير. والله لما جاءت كنوز كسرى، يعني الكنوز مليارات، تاج كسرى، سوار كسرى، ثياب كل ألماس وذهب، فلما وضعت في المدينة كانت أعلى من رمحي الصحابيين. يعني وقف صحابي في طرف وصحابي في طرف، ورفع الصحابيان رمحيهما فلم يرى الأول رمح الثاني، كلها كنوز. فسيدنا عمر قال إن الذي أدى هذا لأمين. شو الأمانة هي؟ فقال له سيدنا علي: يا أمير المؤمنين، أعجبت من أمانتهم؟ لقد عففت فعف، ولو وقعت لوقع. يعني أنت إنسان متواضع جدا، ما لك مرتبة اجتماعية كبيرة، مواطن عادي، لكنك تعرف الله فأنت عند الله كبير. في بعض الآثار النبوية أن صحابيا فقيرا جدا دخل على رسول الله فرحب به ترحيبا عجيبا، قال له: أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. هذا الصحابي يعني شيء صعب يفهم، قال له: أنا؟ قال له: نعم يا أخي، أنت خامل في الأرض علم في السماء. بالأرض خامل، قد يكون أحدكم طالب بكالوريا، لا في ألقاب ولا في سيادة ولا في سماحة ولا في فضيلة ولا في سيادة العميد، ما في شيء، إنه طالب بكالوريا ومستقيم. فدكوا الله عز وجل. هل تصدق أن قلامة ظفرك تساوي عند الله مليون رجل فاسق؟ هذا الإيمان. أخواننا الكرام، الإله العظيم له مليون طريق كي تصل إليه. يعني بأي مملكة إذا في ملك فيك تقابله؟ شبه مستحيل بأي مكان بالعالم. لكن ملك الملوك، ملك الملوك: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. أنا بوضح الفكرة بالمثل التالي: يعني بكل جيوش العالم بيقدر مجند غر التحق البارحة بالخدمة الإلزامية، يمكن ما في رتبة بالجيش أقل من مجند غر، يعني من يومين فايت الجيش. وفي بالجيش عريف وعريف أول ومساعد ومساعد أول وملازم وملازم أول، وبعد ملازم أول رائد، رائد في تاج، نقيب، ثلاث نجمات ما شاء الله، ثلاثة، بعدين تاج رائد، بعدين مقدم، بعدين بعد المقدم عميد،
عقيد، بعدين عميد، بعدين لواء، بعدين لواء أركان حرب. هذا المجند الغر بيقدر يقابل لواء أركان حرب؟ ولا في المنام يراها. أما إذا كان رأى ابن هاللواء كاد يغرق بالمسبح وألقى بنفسه وخلصه، صدق ولا أبالغ، يمكن يدفع الباب برجله ويدخل ويرحب فيه، يضعه جنبه، يأتي له بالضيافة. ما الذي حمله على أن يستقبل هذا الاستقبال؟ عمله الصالح. اسمعوا الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. بتحب تبكي بالصلاة؟ خدوم عباده، اصدقهم، لا تغشهم، عاونهم، أطعم الجائع، أكسو العاري، انصاح إنسان. أنا مرة ماشي بأحد أسواق دمشق، لقيت إنسان فقير جداً شاري براد بردة من مؤسسة استهلاكية، مبين فرحان فيه كثير، وفي سيارة شاحنة بده ينقله لبيته. أنا معلوماتي المتواضعة، إذا البراد وضعته بشكل يعني أفقي الزيت بيختلف بالمحرك، لو شغلته فجأة بيحترق المحرك. والله انتقلت من رصيف لرصيف، قلت له ما بيشتغلوا وقفوا وخليه 5 ساعات بعدين شغلوها وعط. قلت يعني مسكين فرحان فيه، إذا أخطأ وقفه بالبيت وحط الفيش احترق المحرك. يعني أنت بستعمل عمل صالح لك ولو كلمة. أيام بدك تتوضأ في نملة، وقف تطلع النملة، لا بدي غرقها. طول بالك مخلوق لك تطلع. لما أنت بتعرف الله عز وجل بتصير كتلة خير لك، بترحم نملة ما بتقتلها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أنا أحب من إخواننا الشباب يثق بالله عز وجل، لا تخاف، إن شاء الله بتلاقي عمل جيد وبتأخذ شهادات عليا وبتتزوج زوجة صالحة. كنت مرة باسطنبول وصلني أخ تركي إلى المطار، فما في لغة مشتركة بيناتنا بس في مترجم، قلت له اسأله متزوج؟ فكان الجواب لا. قلت له قل له الله يبعث لك زوجة تسرك إن نظرت إليها وتحفظك إذا غبت عنها وتطيعك إن أمرتها. فلما ترجم له قال له بتمنى وصله للشام. إلى المطار بيوصلني. بس أنت لما تعرف الله عز وجل ما عندك مشكلة أبدا. في مرض نفسي مع الإيمان؟ والله ما في، والله مستحيل. في سوداوية، في وسوسة، في خوف، في هلع، ما في شيء. أنت مؤمن، الطريق إلى الله سالك. أهلا بمن خبرني جبريل بقدومه. صحابي فقير جدا، يعني الله عز وجل عنده مقياسين فقط، نحن عندنا مليون مقياس. الغني له ترتيب ثاني محترم جدا، والقوي محترم، والوسيم محترم، والذكي محترم. الذكاء مقياس، والوسامة مقياس، والغنى مقياس، والقوة مقياس. لكن عند الله في مقياسين فقط، مقياس العلم، مقياس العمل فقط. العلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعمل ولكل درجات مما عملوا. لم يعتمد القرآن الكريم إلا قيمتين، قيمة العلم وقيمة العمل. كن ابن من شئت والتمس أدبا يغنيك محموده عن النسب. أنا عم خاطب إخواننا الشباب، كن ابن من شئت، غني، فقير، من أسرة مشهورة، من أسرة مغمورة، وسيم الصورة، أقل وسامة، الله عز وجل
يعتمد مقياسين فقط للمفاضلة بين خلقه. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما قولك؟ تكون إنسان كبير عند الله، عظيم، متفوق، عليك بطاعة الله. والله مرة يعني هيك سمعت أنه أخ مقيم يمكن بأقصى مكان في سوريا شمال شرق، جاء إلى الشام، مارق أمام جامع الطاووسية، دخل سمع درس مدروسي، يبدو تأثر تأثر بالغ جدا وغير متعلم. ماذا يعمل؟ يشتغل بلبنان فاعل، يعني يجبر سمنته ويحمل رمل. سمع الدرس تأثر فيه، بدأ يأخذ أشرطة من عندي يسمعها. سبحان الله، الأمر تطور، أخذ ابتدائية وإعدادية وثانوية، كله دراسة خاصة، ودخل معهد الفتح وأخذ شهادة عليا، والآن والله داعية ببلاده. قل يا رب، لما إنسان يعرفك بتيسر له أمره جدا. إنسان يعمل فاعل بلبنان تأثر بالدين، تعلم. يعني الدراسة غير النظامية صعبة كثير. الأيام كنت طالب متفرغ، له أهل وأكل وشرب وكل شيء، وخرجية وسيارة وأساتذة ووظائف ودروس خاصة، هذا يشتغل فاعل بالصيف يأكل له لقمتين بالشتاء. ودخل أخذ ابتدائية وإعدادية وثانوية، دخل معهد الفتح أخذ شهادة عليا، والآن يعمل في الدعوة. فأنا أتمنى يكون كل واحد منكم داعية. شو يعني؟ تعلم، تعلم، أدي العبادات، اطلب العلم، اعمل عمل صالح، يعني اخطب ود ربك. إذا واحد خطب فتاة أول زيارة معه هدية، مو معقوبة الهدية، وبيلبس وبيترتب وبيتعطر، يعني شغلة. طيب أنت اخطب ود الله عز وجل، الإله العظيم يخطب وده، يخطب وده بعبادة، بصلاة، بقرآن، بغض بصر، باستقامة، بعمل صالح، بدعوة. حاول تخطب ود ربك، حاول تقيم علاقة معه متينة جدا، حاول تتفانى بمحبته، وانظر كيف أن الله يرفع لك ذكرك. من هاب الله هابه كل شيء، ومن لم يهب الله أهابه الله من كل شيء. يعني هذا الدرس ما له عنوان، خواطر إيمانية، لازم تكون رقم صعب، لازم تقيم علاقة مع الله مباشرة. مرة اجى عندي إنسان قال لي، أنا كنت عن طبيب نفسي وغير مسلم، فهم موضوعه بدقة، قال له أنت مشكلتك أنت عندك شعور أنه الله عز وجل يعني ما بيحبك، فأنت بدك تناجي وشوف لك شي شيخ لازمه مشان يعلمك كيف تناجي. والله أنا تأثرت كثير، هذا طبيب غير مسلم قال له هالكلام. فعم بقول له أنه أنت اعمل عمل صالح، الصلاة هيك، سمع الله لمن حمد، يا ربي لك الحمد والشكر والنعمة والرضا حمدا كثيرا طيبا مباركا. بالسجود، يا ربي اهدني واهدي بي، دلني عليك، لا تجعل حوائجي إلا إليك، ارزقني طيبا واستعملني صالحا، اهدني واهدي بي. ناجي، اطلب منه، صدق ولا أبالغ، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الله عم يقول لك أنا عم استناك. شوف، لا، كلمة سمع الله لمن حمده، تنتبه لها أنت،
أنا حأسمعك يا عبدي، يلا احمدني. سمع الله لمن حمده، منحك نعمة الإيجاد، منحك نعمة الإمداد، منحك نعمة الهدى والرشاد. هذا الإله العظيم ألا يستحق أن تخطب وده؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لك مودة معهم. يعني أيام بيكون سائق وزير ما بيتحاكى، بيمشي بالعرض، قال أنا عند الوزير الفلاني خير إن شاء الله. فإذا أنت لك علاقة مع الله عز وجل، مع خالق الأكوان، مع ملك الملوك، مع الذي بيده ملكوت كل شيء، بيده الموت والحياة، بيده الرزق، بيده الطمأنينة، بيده السعادة، بيده الأمن. قال فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيا أيها الإخوة، الطريق سالك، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. مرة قال لي أخ، هو له منصب جيد جدا، هو قدر يحضر درس الجمعة دائما. يوم من الأيام قال اليوم بلا درس، شو صار يعني؟ أخذ أهله على الزبداني، يبدو حب يعبي من بقين يعني وعاء، شب هيك لطيف، قال له عبي لك يا عمو. قال له الله يرضى عليك. عباله إياه وتفضل، شكره، طلع أخذ له الدزان في هويته، شهادة سواقة، وبدها كل وثيقة، بدها يعني أشهر لحتى تبدلها، والمبلغ أخذه كله. قال لي يا رب أنا الحق علي، أنا لغيت درس الجمعة وطلعت على الزبدة. أيام الإنسان إذا كان له طاعة لا يغيرها، لا يغيرها. أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. كان عليه الصلاة والسلام كان عمله ديمة مستمر، يعني ألف الدرس حافظ عليه. الحفاظ على الدروس بينشأ تراكم تراكم تراكم، ولما أنت تتراكم عندك القناعات دون أن تشعر تستقيم. أنت بتحب حالك، لأنه كل واحد منا بيحب حاله، جبل على حب وجوده وسلامة وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده. تراكم الدروس، تراكم القناعات، تراكم الشروح بينشأ عندك يسموها قاعدة فكرية. لازم استقيم، لازم غض بصري، لازم أضبط لساني، لازم أدرس. يعني أنا بروي قصة سمعتها من الشيخ محمد الله يرحمه شكر، هذا كان من علماء القرآن. واحد من صعيد مصر، تبعد الصعيد عن القاهرة 1000 كيلومتر، 1000. أرسل ابنه الأزهر فشاب شهادة، ألقى خطبة بالقرية. هذا الأب بكي بكاء مر، كل الناس توهموا أنه يبكي فرحاً بابنه، كان يبكي أسفاً على نفسه، كيف عاش عمره كله جاهل. وثاني يوم ركب هالجحش تبعه باتجاه القاهرة، الطريق كم شهر بده؟ بده شهر. 30 يوم راكب دابة، المشي 1000 كيلومتر. وصل بعدين القاهرة، قال له وين الأزعر؟ شو أزعر؟ محل ما بيتعلموا، أمي لا يقرأ ولا يكتب. قال وين الأزعر؟ قال ما في أزعر هون، في أزهر. دلوا على الأزهر، بدأ يتعلم القراءة والكتابة، تعلم القرآن، تعلم تعلم، وما مات إلا شيخ الأزهر. فعلى كل هذا يبدو صدق في طلب العلم، بدأ يتعلم بال55، وما مات إلا شيخ الأزهر، ومات في 96.
إذا واحد طلب العلم يعني السعادة كلها بالعلم. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. والعلم لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك، فإذا أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. ويظل المرء عالما ما طلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. دققوا فيما سأقول. طالب العلم يؤثر الآخرة على الدنيا فيربحهما معا، بينما الجاهل يؤثر الدنيا على الآخرة فيخسرهما معا. لذلك أيها الإخوة، الحديث الشريف: استقيموا ولن تحصوا. يعني أنت إذا استقمت تتمتع بحياة سعيدة، بمكانة، براحة نفسية، بحالة رضا، بحكمة، بطمأنينة، برضا. نتائج الاستقامة لا تعد ولا تحصى. وكلمة مختصرة: لا تفكر أن تخطف من ثمار الدين شيئاً إن لم تكن مستقيماً. لذلك الحديث الشريف: استقيموا ولن تحصوا. استقيموا ولن تحصوا ماذا؟ الخيرات. شيء ينعكس على صحتك وعلى مكانتك وعلى دراستك وعلى زواجك وعلى أولادك وعلى توفيقك وعلى العمل الصالح. فهذا الدين دين استقامة، دين التزام، دين أن تقف عند الحلال والحرام، دين أن ترعى حق الله، دين أن تتصل به، دين أن تعمل صالحاً. والإنسان حينما يأتيه ملك الموت قيل: ادخل الجنة، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أسأل الله أيها الإخوة الكرام أن يوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.